محاولة واحدة قد لا تكفي، وربما محاولات لتصل إلى النجاح. فهذا الاسم طريقه يحتاج إلى السعي في طلب الرزق. عائلة عملت على صناعة الدولمة والترويج لها من خلال السوشيال ميديا. كانت هذه هي البداية. صارت فكرة المطعم هي كانت بالبداية بيج فقط، فقط توصيل بالبيت، وبعدها كبرنا إلى مطعم، والحمد لله وشكر لقينا الدعم اللي نحتاجه. الشيف هي أختي، وكلش هواي اشتغلت على الوصفة، أكيد جربت أكثر من وصفة لحد ما وصلت اللي الطعم اللي هي نشوفه كلش مميز وكلش طيب. بالنسبة لشلون وصلناها الناس، فهي احنا بديناها بتسويق فقط على الانستغرام أو الفيسبوك برصيد، أما حاليا لا، الحمد لله أنه كبر شوي شغل. عندكم فرع وفرع ثاني؟ عندنا فرع ثاني فتحناه قبل شهرين، وإن شاء الله راح يكون أكبر ثالث. إحنا دول ما أول يعني كان أول مشروع بالبصرة، فدرسوا السوق وعرفوا شنو تحتاج واشتغلوا على أساسه، خلوا خطة واشتغلوا. أنا كلش أنصحكم بهذا الشيء. قبل أكثر من عام كان هذا المشروع ضمن تقرير لنا عن طموح الشباب. هو اليوم وبعد جهد جهيد أصبح مطعما يقدم الدولمة الجنوبية والبغدادية والموصلية. الدولمة عندنا أكثر من نوع، عندنا النباتية اللي يصير خالية من اللحم للنباتين فقط، أكل سلك، أكل ملفوفة بورق العنب، بالإضافة إلى أكل موصلية صير حامضة مالحة، صير مطبوخة باللبن خاصة بالأكراد. هاي الأنواع كلها بها حامض حلو وحامض مالح، اللي هي الحامض حلو بصراوي احنا متعودين عليه، والبغدادي اللي هو حامض مالح. آراء البعض حول المشاريع الخاصة بالشباب وآلية دعمها لتصبح مثالا للعاطلين عن العمل. أنا أول ما أجي دائماً يعني أطلب الدولمة، الحامض حلو حامض مالح، والأكثر شيء يعني الحامض حلو ومطلوبة عدل العالم حامض حلو. بالنسبة للمشاريع خلينا نقول الناشئة اللي هي على نجاح، مقبلة على نجاح مشاريع، يعني أنا كنت متابع شخص من أربيل كان يشتغل بكوفي، مجرد عامل كوفي نرجيلة، بعدها طور نفسه انتقل إلى مكان خاص هو بنفسه، سوى له كوفي، شارك ويا أصدقائه، فتح له مطعم كدعم مادي، قروض أو استثمار، جهة استثمارية مثلا تجار عندنا دائما يستثمرون هالشي، طاقات شبابية يدعمون هاي الأفكار. قد يكون هذا المشروع واحدا من المشاريع التي نجحت في اجتياز حاجز البطالة والمضي بتحسين الحالة المعيشية. لبرنامج يوم جديد، أحمد علي، البصرة.